أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داود يا الكسور وهذا برامج كدوني ده هوينك وهذا عن وكالة دقلص عطان CBA TV وحان ما أنت بوخشيك وتقني مدرسة الساعد لتحفيظ القرآن الكريم وتربية الإسلامية وأيكو برتان حبلوا وين قرآن كأي دين تقيبه ذيك الدوان وحان ورسي لي لمني قاركم إذا أرضي ذا مدرسة ذلكتا يصيدو كلمامولك هي معلمين تمدرسة ذا هو يفاض مع عبد محمد أو كمد أرضي ذا كبرة مدرسة داسي قرآن كأي قيبها كل دون شريعة إسلامك كسولو هو يفاض ما برامج كدوني ذا هواين ما شاء الله صرنا بعد إذن كنا بعدين كنا هبلنا هنا الحمد لله الشكر في عنها أنا إن صفي عن أيام دكتور يوم حقوق برامج علم في عن أيام نوجوا بكسجان وحن وسا إيدي وإلما محمد ورسمة خير الله سيد سدود الجنة الله كديقو هو يا فاطمة إمي سا أياد ديجاني سي مدرسة دا مدرسة دا هذا لابا بلود أيام ديجانا يي ما شاء الله تبارك قرآن كهل كي مريسان قرآن كوحن مري لابا لم يكن الذين لم يكن الذين إن سورة دي هات سورة دافت آيات كم إذا ما إنه آخر كرتا وإذا آخر كره الله كره المخضر تنهد أنكو جرام إذا آخر بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يدلو صحفا مدهرة فيها كتب قيمة. جزاك الله ما شاء الله. إن هو فاضل ما دام أكوي وانتهي إن ما موين كقار أي شيء قا القرآن كله إني كو أذكر هاي برشديدة بل أذكر إنه واحد كم التهم ما موين كصومالية ما شاء الله كسو وجه ذا واحد عقب ذا عشرة ذا كو أذكر أما ما اسم هذا فهم كأي مسكح ذا بحوقة ويكو أذكر هنا واحد هراء ما فهم كرتين ما شاء الله ما دام هرت هذا الدب وين عن هاي أو هرين واحد عن أصل برنا هاد كو عن هاي وحياب بدن هذا كذي باير لو قضاها واجرتها ومعلمين تهدى إنه قلت دجال لما يسسي إنه فهم سينسو ما شاء الله خير الله سيو معلم تمر هذا إنه قلت دجال ويسا إن لو قضاها عيدها أما حرفها إن دبان إنه قلت شهيد يسوا هذا عن هذا وحياب عن كجارني قيمة في عن هذا إن هو يا فاطمة بل وحنا قمرنتا قرآن كما هني متجران حياب كلو أدبرتي ما شاء الله قرآنك سيدة هذا قرآنك أم أخرسك أيام وضنا هذا سيرة النبي أبترك هذا نبي أبترك سا هذا نلاو بلاوي ما شاء الله صلاة دنا حوغا قال الله سانو وجرتي الحمد لله خير الله سيما على المدة وحياه بضان وقال الدات كجرة ونقصحي سا جرت هذا حتى صلاة دو حلو قاطع نوال بسدو الدكان اي اني انتحام اي كو جلسو ميليه قلدان اي نغا صحدا معلمينتا وحياو بلد بابا نغا قلدانا او حدنا لغا صحا يا جرت ما شاء الله ان وحان املاينا يا بوغا وحو كم ديهي بوغا افتا اكبرتان ما شاء الله محالو غتلا قلي اساق اناد كفهنتا وحالو غتلا قلي حرفها سيسكو حرمان يا شدك يا متك يا قدك يا هوس اوغا وحياو هس ايانا لغا برا ما شاء الله واي حي سين وحيابها أتكفى أنتي ما أنت أتقول جيسيد أو ما ترى أي أهل يد يعرور توكلي أتقول سيفا إيدس
ويجرتا كويغه سيانو هاد أمي أن هاد ألف كحتى أن أوكيو أما أن داتك صو روريو أون فانسيو أون صو روريو لدار ماشاز دوكس وقف هاي يالو أو سايد وقف نوغا ديغا كار الله سيو جانا جسدي سجانا الله كاديغو داتك ساسنو أسكو برارجينا إلماو سكالا أو وحبا أقونين مركان غوريغا تغنو أدي وأسكو إمانا مرمر أون أن والي فائدية أن دادان فائدية ساسي ما شاء الله واي حي maamoyinka ku daawanaya ee jecelna inay wax bartaan aanana ku soo dhiiran maxa ugu baaqaysa maamoyinkaas waxaan ugu baaqayaa inay san darbiyada xal iyo balaayo aysan ku galin ay nagu soo xirtaan ay raadiyaan meelaha qeyrka badan lagu qabto inay soo raadiyaan aan u rajaynayaa ilaahay ku soo hanuuniyo wadada toosan ayagana darbiyada inay ka kacaan oo nagu soo xirtaan aan jecelaa aan u dirayaa maamoyinka Soomaaliya waa maasan taahay faan insha Allah وحن أم حد لنا نجار أهان سعيد جسدي سجنا الله كديجو يعلم محمد ورسمة أو ماشان نجار ديجي مال أو وحلو برتمامين كأنشلنا لو قادنن أو قل كان السيء أو كراس نجار ديجو مر واحد نجار شري جنا ذا ذي جسنا كأجنها أيجنا وأم حد لنا إن شاء الله يوالد كود يوالد كل سبب آمين إن شاء الله waxaan kale oo aan kula kulanay halkaasii hooyo Faadumo Yuusuf oo kamid ah ardayda ka barata madrasada Saaciid ee bixisa kitaabada shariicada iyo Qur'aanka Kariimka. Hooyo Faadumo ku soo dhawoo barnaamijka dunida haweenka bal waxaad noo sheegtaa intii aad dhiganeysay madrasadan wixii aad ka faa'iiday guud ahaanba. waxaan ka faa'iidnay gaadi waxaan ka faa'iidnay akhrintii waxaan ka faa'iidnay laaxinkii oo aan quraanka wa akhriyeynay laakiin si laaxin aan akhriyin salaadi waa tukaneynay si laaxin aan u tukaneyn maxay tahay wax kasta waan la saxay oo maxay tahay siiradii wax kasta maana la baray wax kasta waa fahamnay jaahilka ka ahayn oo wax kasta aan dhahayn waxaan saas waay ma ahaan la dhay ka noqo waxa waysaan marka saasan ka baranay hadda waa akhriyeynaa ee maxay haytay laaxinkii waan la ka saarayaa macallimada khair Allah siiyo iyo wixii waqfay dugsiga Saaciid Allah u naxariisto iyo waalidiintiis ay u baxsadeen waxaan leenahay ajar iyo xasanaad weyn Allah idinka siiyo annagana Allah noo maxay haytay aqbalo oo maxay haytay waa baranaa waan la baraa wax kasta oo sheegaynaa laaxin u ah marka hadda waan la laaxin bixigi wax kasta la baraya nabigii wax walba aan ku baranno imisa ayaa dhiganeysay madrasad ana abaaran dhiganay xagee hadda quraanka maraysaa adigu quraan ma waxba ma aqoonin be inta mar macallin kasta oo soo celiya waa laaxin alda wax kasta waayahay atxiyaadka oo kale ma lagu baray atxiyaadka hadda noo bloodo ha uu ku socdaa ha laakiin sidoo hore waa akhrin waxaa dhigataa sidoo kale buug kala dhahay macallin al-qiraa oo farta akhrinteeda iyo qoristeeda ka ma jiraan buugaas hadda hadii ay macallimadu waxyaabo ku yeeriso inaad ha waano yeerisa ha waad qortaa waanad akhrisaa waa akhriya marka wuxuu ku fudaynaa inaad kitaab kaliya akhrisaa ha waa akhriya waa yahay sidee u aragtaa fursadan waxbarasho oo la idin siiyay waliba iyadoo bilaash ah ما شاء الله وأركا فرصت في عن ومحيط أنا أنفعس تدكي محيط بحثة أنا أنفعس وحاجرة ما موين دا ذا ذا كبدا سيدو كلو كجرة دا ذا دحي أنا كبرا روك سنين إنا جران مدارس تدكا واوين وحلو برا ولي بس بلاشة لو برا نيو dadkaas jecel inay quraanka iyo bartaan shariicada diinta inteeda kaleeto waxa u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa inay na arkaan oo nagu soo biiraan oo imaadaan wixii hore akhriyayaan waa wada laaxin marka waxaan leeyahay imaada oo naga soo noo imaada oo nala barta oo qofka weyn wax waa bartaa hays dhihin qofka weyn wax ma bartee wuu bartaay imow oo maxay tahay waxbaro oo ka bax laaxinka iyo guryo fadhiga iyo xanka maasha allah waa maadsan tahay waxaan ka faa'iidnay dugsigan quraanka waa ka faa'iidnay waa nala ku baraa saddex bir quraanka nala baraa laba birina kitaabka nala baraa iyo muxaadirada waxa kale oo aanu ka faa'iidnay buugga kan in aanu wax ku barano oo ku saxno wixii naga dhiman ama xirfaha na qabsada waxaa noo keentay macallimada nagu booriso la tiri macallimiinta la yidhi soo qaata oo keensada waa ku barana quraanka waa nala bara waa fiican mahay ilaah baa mahad leh
وحوي وحي مداس كان ستي ميشان أو الله هو محرسة ساعد محمد والسماء غير محمد والسماء وحن أرجينا إن خير الجنة يأجر إن إلهي كسيه ميشا أي صدقية جاهل نمو يجهل نمو أن كجر بان لك السعر إن دي بانو فرمي إفتين بانو بحاية وحن نكف كرا وحي أن آخر الأدي لهي وأدونك أنو كسي برن لهي آخر نهدو أن لتقي لهي بانو 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 سي بانو براية مرك إلهي بان مهدي ilaa has ajri hasanad ilaa kasiye lamaanto amin en isla maamooyinka sidaado kala jecelna inay wax bartaan aanan ku baraarugsaneyn maxaa halkan ka leedahay waxan ka leeyahay maamooyinka waxaan u rajaynayaa in ilaahay idanki inta ilaahay xaqatuso ay soo raacaan oo wixii wadadi aakhira loo mari lahaa ay soo galaan wax ka bartaan inta adduunka jooga waaye aakhiran walba waxa la geynayaa qabri waxaad la ka horayaad la tagaysa erki waxaan ku leeyahay ka xishoohay hadheer inuu wax baramay sid isdhahaaya waxa la rabaa inuu soo raacdo diinta ee wax barashada wanaag wax walba ku jira adduunyada waa laga tagaa heer aakhiraada leh inuu wax walba ay darbiyada ku baashaalin ay waxaan ku leeyahay ay xantameen ay ilaahay xaqiisa u soo jeestaan intaas maana ku saar een goor maad bilowday madrasada أنا بشان لحضير إني تهم مالا آيات بلولي بشان ماهن بشان ماهن بشان هروب وحالو برا إن أتكارتا هذا ألف 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 واللي بأريغي وحوابان قرال كيان فهمي وين إيقو هاي نقو حالي دغي قروة قروة واللي دغي برب الفلق واللي دغي برب الناس واللي دغي هذا أنا وحي كالينت إن هذا الله إني غانجع حسيدة وكلام مرتي إنه هو أحيط معانتا برامج كدوني ده هوينكا سميرة حسن محمد أو براها مدرسة ساعد أو أوليكتا قبلها إياما موينكا هل كان كسو حاضرة كتابة قرآن كا إيا سيدة وكلام كتب تشريعة إسلام كا ما علمت سميرة وحد كسو دواتا برامج كدوني ده هوينكا مرقا أو هريسا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ضيون باركا فيه والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله ومن تبع الهدى ودوها سفي عن الوسول الآن ودوها برنامجك ومهد سنتهاي ما علمت سميرة بلوحة نوغة ورنتا هل كان مدرسة دن أو أحساعد دمر فربضان أياد وحبرتان أو عشر كلا دون سيسا موحة جيرا معلمين كلا أوكاسا إذا باريستا معلمين تهد كل ياناتشو وهدرتان لكن مردو دي إلى هيرا هو الأول ترى جرا أنا معلمين ترى الصوبة ديو ما دام باهي دي ذي تعلم إيش إيه مسا دي أيا صبح إلى سوق على مدرسة دا غور ما سلا جبها صبح وحال سوق على بعض الساعة إلا لح ساعة والوجرة حدا نوح على سوق نقدر سدد ساعة إلا تون صعبر إيه والواحد نوع ورنتا إيه مسا مع المود أيا أرد إذا عشر رأي خاتم شن مالمود شن تمالي وقتان إن وانا أكل هاي سنتا يعني إن قرآن كو شن تمالين بما بحا قرآن كو حو بحا أفر مالين يوق إن الكتاب والقراءة سيدي معناها قريد قفكو إن وح قراءة ما وح أقري وكو فهم لها وشن تمالين مالين أفر تمالين مالين تشهران ومواد الأساسية وحلا دها وأساسي قفك الله قد إسو حيابا ضروريات كواه إنه معناها سيفه مو إنه حتى أنتو كعنتي وحس قارن ما دام ضد وين دتكيهين وعبادة أباهن عبادة نحا وشيء أنتو سين إلا علم إن لو ليه ما مركو حيابا أساسية يا مالين تعصنا جدول كود ويهي ويهي كتاب هذا القرآن الكريم كمرك لقى صوته محاكم إذا كتبتك على أرض يقاتان waxa kamid ah xisn muslim adkaarta waxa kamid ah sirada waxa kamid ah fiqiga macnaa hasbo qofka inta uu macnaa awoodi karo marka waxa la rabaa in saas inta saxda siina kadib marka mustawahooda uu kaco oo dadka ay noqdaan dad wax akhrin kara u bataana mustawaha kasi sareey gaaraan insha Allah walaa badanaa mawaada laakin hada intaas ayaan barna maadaama ay u badan yihiin madrasada dadka aad wax ku barsid maamooyin
فهم كذا إن أذ وح فهنسيسي يعني وقت مقوقة تاء أو وح عقب هذا ما كله كلن تاء أو أكون علي سيدو أجهد دار يدل فربنا يدل أتكون بحسين مساوي حلا آخر يبا هذه لبا إلى سد حمر لوجو علي هرأيك فهمه والو كل دوينها برنامج خاص قف حبها يعني هو وحبنا لوجو علي قف لوا سد حمر أفر مرة داكو علي سنة هروك فهمه يا مرك وح وين أنا وحلا الفهم ويسين هاي أه مجران بل قفك وين وقف وح عبير كراء وآدب وقفي عن عيال كراء قدتك حيا أمسين قفك دوا وقفك وين وح ما فهم كراء لكن عيال كراء أفكها كدب لها نوغي وح كراء هذا عبير كراء لما أركو مرك دتك المسؤولين تاء وإيقا معنا دنت بدن أي وضو وباهي بدن يعني هم موجين أيو وحا إسلاه وكسي في عين عيال كراء لكن والوك لدوين هاي فهم كراء يسدعي وح لو فهم هاي أمو لغا قدوا قبصنا هاي تقصد والوك لدوين مرك ضيب وانجرت عقبض وجرت لأنه ضد خوف والوحي والابتدائي ما لقى بلا بلي ضيب مرك بلا وجهين عقبض وإيمانسة لكن حاسلها سدوا في عن حقوقها ما كان هو يين القرآن كيو كتاب ذي يري راح حديثي ذي يصير ذي انتهى برتين المدرسة دي لما يستي أو كجارد ماشي إيربين أو تكبح المدرسة أو لما يستي أنا أعرف أن هذا المدرسة والحمد لله هو القرآن أصوله تي ده ده لحظة قبل لاوي لكن حلو بدني هيدتك القراءة والكتابة وحلو بدني ها بلو واحد وكجرة مدرسة ده قبل دائرة أو ما موين كحوجة كدائرة يقول ما واحد كصوب بلابان خاص مسمى لا ده حي أي مريان مسقار دمي أو قرآن كأجو علي ساجرة كل وعلي واجران الما يركوا قبلها يركا كود أحمر يعني وكران وبلاو ألف كاد الله بلاوين وكران أنت سيسكو وكران لكن ما موين كبدنا وحي كسو بلاوان هوس ها هوس يبدين كسو بلاوان أكثر قوضة هل إلا ما أنت هوس كسو بلاوان واي هاي سيدا وذي أبنا هاي أرضي ذا صوحة درسهل كان مدرسة ساعدة بدنا وحي كودكتان أما سيدا قبي أهانتو ذا وحبرش بلاشة وح مصاريفه إذن كلا إذن سيو مجران أو أد معلن أهان أد أقاطان بالله ويجران وح لقات بالله لقات ومركين ذاتك مدرسة وقفية أيا حقوق دم معلمين ترى ميل سارين إلهي سبحانه وتعالى كأبها المريم مركين أرضي ذا إياه وح لبسو قارسيا وح برشا ذا وقف لكن معلمين توحيك قاطان إيا رؤجورة هاي رجوري كقطن. واسفي عن. دت كواوين. الما أنا وح برام وح أركان هن واجب كوا. لكن أيوة وسما أركان. إني واجب كتها أنا وح برتان. ظروف ها كنت. صوت تهويه مرك عيال وح برشد دك سك ديبتو. وسكول كديبتو. أيوة وح سو أركت أنا وح هذا مرت وح أنا أدلو بهني. أي تها يعني هن مسكس صنع. مرك هذه إلهي كبر رجوي سبحانه وتعالى. أو استوسيي إن أي أباهني يهين أنا وحبرتان أباهي وإن بران كران با إلهي وحلوهم هذه سبحانه وتعالى صوته تا إلهي وحنا أبوري إن أسقع عبدنا إلهي مركون أبورينا إسكمكا يدينينا ربوت بون سور راعي وكتابك قرانك ورشد دوير مركا مشين صو صارت بوك بي صور راعيسا أنا إلهي سبحانه وتعالى سين ورشين أطوستو دارينك الدنيا آخر بسي أطوستو كتاب بون سور راعي هدي مرك كتاب نورش إني هجاي عن مجاهل كان هاي أم عن موجن هاي ما عن قافل كان هاي وحاول نورش إن الصح ذا عقل جينا نقوم فيلنا مرك إني هو يوين كدريمان إني بهينهن وباهي هيسو تاسك لي وح إلهي لقوم هديا وحنا إلهي كبر يا ياسر خصوصا كمان نورش يوقفك أنتوا حتى خير كأوصى صعده إن أجر بوجره تلابد وسواق هذا ندم بيا لقى دافيا تنكلنا محيط إن درجة سرق قلة
marka qofka quraanka soo aaday ajirkaasna waa leeyahay xitaa haduu san barano imaado ajirkaasuu leeyahay oo ilaahay uu ballan qaaday subxaanahu watacaala marka inay kitaabkiisa fahmaan kitaabkii loo soo dejiyay ay fahmaan ilaahay baan ka rajaynayna subxaanahu watacaala laakiin waa fursad aad u fiican agteeda qaali bay ku tahay agteeda qaali bay ku tahay marka waa ka waxaa jira dumar badan oo weliba da'dii dhexe ku jira iskaba da' waaweynkee hadda waxaan aragnay maamo aad iyo aad xooga da' u ah haddana tiri waxaan imika ku jiraa faatixadii iyo suuradihii yaryaraa ee saddexdii qul oo kale alii qoray alifkii ayaan bilaabay wayna ku faraxsan tahay inay wax baranayso iyadoo rajo kale inay darajo ka gaarto darajo ka gaarto haa meelo sare ka sii gaarto bal waxaa jira gabdho ka sii da'yar maamadaasu laakiin hooyooyin ah u dhahaya waxbarashadu way ii saamixi weyday xilligan ka hor waxaan ku jiray juhdi nololeed haatanna ilmihii markaan koriyo qof weyn ayaan ahaayo waxma baran karo bal dadkaasaytu maadaama maamadaas aan aragnayba ay ku qanacsan tahay rajadeeduna ay tahay inay mustawi fiican gaarto maxaa iyagaas u soo jeedin lahayd oo aad dhihi lahayd inay nagu soo biiraan bal inay ku daysadaan macnaha maamooyinkan si maamo sayna waxa waaye inay ku daysadaan iyo dadka lamidka oo hadda meeshan fadhiyo inay ku daysadaan oo ilaahay maarataa cibaadadiisii say ugu toosi lahayd meelaha laga baranayo qur-aanka ugu horreeya wax laga barto marka inay qur-aankii bartaan oo imaadaan waayo erayaashii salaf kale laga soo meeguuriyey waxay ahayd tacallum min allahdi ila lixdi waxbaro markaa dhabta hooyada kusoo dhacda ilaa lixudka godka lagaa geynayo marka qofkii xubnihiisi caafimaad qabaan maskaxdiisi indhihiisi dhegiisi caafimaad qabaan inuu yidhaahdo weynana wax la baran waayey waa wax layska dhaadhiciyey ma ahan wax maarata cilmi ahaan aan u saxan maaha marka waxaan dhihi lahaa ku daysado maamooyinkaas maamaseynib ku daysado aad bayna ugu fiican dad ka yaryar bay ka fiican tahay aslan dad ka yaryar maaragtay bay ka fiican tahay oo waxa markaad ugu celisay laba mar saddex mar ay ahayn man dadkii sidooda kugu keenaya iyadoo badashay kuu keenaya saad ugu meerisay ku socoto marka kudayashay wanaagsan tahay waxa khayr loo daydana ajirkeeday leedahay waxaa jira xadiis nabigu uu yiri man tacallama alqur'aana khayrukum man tacallama wacallama adigu hadda waxaa tahay kii barayay oo waxaa tahay dadkii ugu khayr badnaa ardaydan aada waxbaraysa waa kuwii baranayay iyaguna waxay ku jiraan kuwii ugu khayrka badnaa labadiina oo ah marka laga soo tago kuwii ugu khayrka badnaa qur'aanka bara ama baranaya bal inta aanan baranin culaysku ka saaran yahay maxaa u sheegaysaa oo baraarujina u diraysaa baraarujintan u diraya waxay tahay qur-aanka ilaahay wuxuu noogu soo dejiyey inaanu ku dhaqanno aanan fahmno waa ilaahay markuu ku hadlaya wuxuu leeyahay liyatadabbaruu inaad ku dadabburtaan ood fiirfiirisaan ood fahmtaan marka inay bartaan oo meesha diinta lagu haya ay imaadaan baan kula dardaarmaya waxaan kula dardaarmayaana qofka hadduu jahli ku dhinto oo wixii xitaa cibaada xitaa ma toosto calaa jahli kuma toosto waa shay u baahan cilmi u baahan qofkana kumuusan dhalanin oo hooyis caloosheeda kale muusan bixin waa waxyaaba u baahan inuu fahmo say ugu toosto ilaahay nu noo abuuray subxaanahu watacaala wamaa khalaqtu aljinna walinsa ila liyacbuduun wax kaleba ilahay nooma abuuray cibaada noo abuuray marka cibaada say ugu saxanto intuu qofka waqti haysta oo intuu qofka noolhi waqti haysta hadduu dhinto waqti ma haysta marka waxaan kula dardaarmi lahaa inay soo haleelaan meelaha diinta lagu barto intayso inay soo haleelaan oo imaadaan oo qur-aanka bartaan ayaan aada iyo aada aan ugu boorinayaa waxaana ka ogaataa qofka nafta iskama ogola inay meel iska taagnaato waa inay wax ku mashquusha marka qofka hadduu meelaha waxbarashada imaanin qasab naftiisa wax kale ku mashquulaysaa inuu maaragtaa maalaayacni iyo meel fariisi iyo sheeko iyo wax maaragtaa dembi mugi khayri xasanaad uu kasoo gaaraynin inay nafta ku mashquuliso ayay u dhowdahay marka waxaan oran lahaa inay ku mashquuliyaan waqtigoodana ku bixiyaan diinta iyo khayrka sababtoy tahay waqtiga waa laisweydiinaa maalinta aad dhimato waqtigaaga waxaad kusoo dhamaysaa laisweydiinaya xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam marka inay waqtigooda ka faa'iidaystaan ayaan aada ugu boorinaa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dunida haweenka aad kala socoteen c b a t v xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaa inoogu marti ahayd maanta barnaamijka dunida haweenka macalimad samiira iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardaydeeda oo aanu ku booqanay
مدرسة ساعد أو كتالة مجالة مقدشو انتا برامج متك الله ميدا كوكول ميدونو وعانيق وبشرو برامج كإذن سعسينا يحسن وفرصة ماذا إنو أها وحان إذن كغتا غينا نبت قليو.